Stop thinking about mistakes. يعني لما تبدأ تتعلم اللغة يا ريت ما تفكرش في حاجة اسمها أخطاء. ليه؟ لأن من الطبيعي جدا إنك ترتكب أخطاء أثناء تعلم اللغة. وهقول إنك أنت أصلا as a native speaker باعتبارك متحدث اللغة العربية كلغة هي لغة الأم، فأنت لا تجيد اللغة العربية بدرجة 100%. فكيف تتصور في نفسك أن تجيد الإنجليزية بدرجة 100%؟ هذا مستحيل. فالnative speakers نفسه بتاع اللغة الإنجليزية بيغلط، فأنت كيف بتتصور نفسك لا ترتكب أخطاء في اللغة الإنجليزية؟ So خوف الأخطاء يجعلك تخطئ. No mistakes, no learning. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Hello there. Hope you're doing well. This is Dr. Alamir, a lecturer of English language and literature. And this is my introductory video for Alamir Hindal on my YouTube channel for academic English. Welcome to my world. What I mean when I speak English a lot, what I mean is to immerse you in the language, to get you involved, to get you totally involved in language. And that's what would help you to improve yourself rather than to speak all the time in Arabic. That won't help you anyway, believe me. علشان كده هتلاقوا على القناة في فيديوهات كلها بالإنجليش وبعضها إنجليش وبعضها عربي وفي حاجات لمستوى المبتدئين. فياريت تاخد بالك انك لما تدخل على القناة تبص على التخصص اللي انت محتاجه وفي نفس الوقت تبص على المستوى اللي يناسبك في تعلم اللغة، سواء كنت beginners او intermediate او advanced، او حتى لما تيجي بقى في التخصص العميق زي مثلا مستويات literary criticism, literature and linguistics باعتباره ده مستوى البروفيشنال. اتمنى لكم زيارة سعيدة للفيديوهات بتاعتنا، واتمنى انكم تتعلموا شيء جديد ان شاء الله من خلال الفيديوهات بتاعتي. وانا مبسوط جدا بتفاعلكم مع القناة، وارجو ان شاء الله نقدم شيء يخدمكم ويكون عنده حسن ظن. في ناس كتير نصحتني وقالت يا دكتور يا ريت لما تيجي تتكلم في المحاضرات يعني تشكل جزء عربي جزء انجليش كده يعني علشان الناس تفهم. لكن انا on purpose انا لا افعل هذا لسبب، وليس ضد المتعلم بقدر ما انا مع المتعلم، لاني في الاساس المحاكاة للوضع الطبيعي لاكتساب اللغة هو اللي انا بعمله فعليا، ده اني بتكلم قدامك كم كبير من اللغة الانجليزية علشان تقدر تتحط في سياق اللي انا قلت عليه سياق الماء diving into water، وده نفس السياق اللي بيتحط فيه الطفل لما بيبقى بيتعلم النيتيف لانجويج بتاعته، لانه بيفضل زي ما قلنا سنتين ثلاثة لا يفعل شيء سوى ان يسمع ويترجم ويربط المعاني بالسياقات ويفهمها من خلال السياقات، بيربطها بالدلالات اللي هي حواليه. ده اللي انا بطلبه منك. وطبعا علشان أأكد لك الكلام ده هقول لك السر او الكلام النهائي في اكتساب اللغة. How to acquire a new language. ايه هي الاسرار السبعة وراء اكتساب اي لغة اجنبية. Number one, to specify a motivation based on relevance. والكلام ده قلته قبل كده، قلت يا ريت تحط لنفسك دافعية، دافع في اكتساب اللغة. انا ليه بتعلم اللغة؟ انا بتعلمها علشان على سبيل المثال عايز انجح في المادة دي، او على سبيل المثال I have a programming course and I'd like to master that programming. انا عايز اجيد البرمجة فانا محتاج اللغة الانجليزية في البرمجة، او على سبيل المثال I am applying for a job and this is a requirement for that job. اني بتقدم لوظيفة وده من متطلبات الوظيفة. Create a motivation for yourself. Whether it is positive or negative motivation. اسمع لنفسك
دافعية سواء كانت بالإيجاب أو بالسلب، سواء كانت بإنك خايف لتفشل في حاجة أو إنك حابب إنك تتعامل بحاجة or even the desire to communicate in the English language أو حتى إن يكون الدافعية بتاعتك إنك فقط عايز تتواصل باللغة، مجرد إنك تتواصل وتكتشف الحضارات. Number two, listen and listen and listen and listen and that's what I do actually. لما أنا بتكلم إنجليزي كتير قدامك مش من باب فرد العضلات أو مش من باب إن أنا عاوز أعقدك في اللغة، لا، ده هو السياق إن أنا بحذفك في البحر، هو ده فكرة how many books do you need to read if you'd like to be a good swimmer. انت محتاج تقرا كام كتاب عشان تبقى سباح ماهر، ولا كتاب هيغنيك انك تبقى سباح ماهر ما لم تقفز في البحر او في المحيط، هو ده انك تفضل فتره طويله تسمع اللغه لكن مش قادر تفهم. اتس اوكي، جو اون ليسننج، حتى لو مش فاهم يا دكتور برضو اواصل اسمع. يس ايوه، هو ده المقصود، وده اللي بيتعرض له الطفل لما بيبدا يتعلم اللغه. وقلنا الكلام ده يعني الموضوع مقصود انك تتعرض لكم كبير من اللغه، تسمع، تحاول الفهم، حتى لو مش فاهم واصل. ولان الاجابه بتاعتي على الطالبه اللي قالت انها مش فاهمه كانت حاجه بسيطه خالص، قلت لها بعد 5 محاضرات قولي لي ايه اخبار الفهم عندك. واي طالب من الطلبه اللي درست له يا ريت يكتب لي في الكومنتس هل الطريقه بتاعتي اللي كنت بتعمد فيها اني اغرق الطالب في اللغه من حيث التعامل، من حيث التكلم بها، من حيث الاستماع، هل ده جابت النتيجه المثلى ولا انا فشلت في اني فعلا اغير مستواك في اقل وقت ممكن. يا ريت اي حد درست له يكتب ده في الكومنتس اذا كان فعلا نجح في توصيل الرساله واكتساب اللغه باسرع ما يمكن او كان فشل، وصدقوني مش هبقى زعلان خالص. So listen and listen and listen without stopping. That's the idea. Okay؟ السر رقم 3 انك when you come to learn pieces of language, so learn structures not units. يعني لما تبدأ تتعلم أجزاء اللغة فيا ريت ما تتعلمش على سبيل أو على مستوى المفردات، لا، اتعلم structures. يعني بدل ما تتعلم go يذهب، to مع حرف جر معناه إلى، the يعني أداة تعريف، و station لا، تعلم تركيب على سبيل المثال I go to the station every week. يبقى كده أنا اكتسبت معنى ممكن أعمل ببعض التغييرات معاني جديدة كتير، يعني معاني جديدة كتير ممكن تثري اللغة عندي وتكون أقرب لإحداث التواصل. فهو I go to the club, I go to the party, I go to the station, I come, I وهكذا. حاول تكتسب تراكيب أكثر منها مفرد. السر الرابع stop thinking about mistakes. يعني ايه؟ يعني لما تبدأ تتعلم اللغة يا ريت ما تفكرش في حاجة اسمها أخطاء. ليه؟ لأني من الطبيعي جدا إنك ترتكب أخطاء أثناء تعلم اللغة، وهقول إنك أنت أصلا as a native speaker باعتبارك متحدث اللغة العربية كلغة هي لغة الأم، فأنت لا تجيد اللغة العربية بدرجة 100%، فكيف تتصور في نفسك أن تجيد الإنجليزية بدرجة 100%؟ هذا مستحيل. فالnative speakers نفسه بتاع اللغة الإنجليزية بيغلط، فأنت كيف بتتصور نفسك لا ترتكب أخطاء في اللغة الإنجليزية؟ So خوف الأخطاء يجعلك تخطئ. No mistakes no learning. فيش أخطاء يبقى مفيش تقدم، مفيش نجاح، ده قاعدة أساسية. Forget about making mistakes and postpone thinking about grammar. وياريت تأجل في المرحلة دي فكرة لما تكون مبتدئ، تأجل فكرة انك تتعلم قواعد اللغة الانجليزية in depth، انك تتعلم اللغة الانجليزية وقواعدها بتعمق، لان ده هيعوق التقدم بتاعك في البدايات. ولذلك
هتلاقيني انا معظم دروس الجرامر عاملها للمستويات المتقدمه، وتلاقيني ما بتكلمش فيها عربي خالص بسبب اني لازم يبقى تعلم الجرامر في مستويات متقدمه وليست مستويات مبتدئه. بعد كده put what you have learned into practice. الرقم 5، يا ريت كل تركيب تتعلمه جديد تحطه في العملي، في الحياة العملية، بمعنى practice what you preach. خلاص انت اتعلمت حاجة يبقى هتحطها تتعامل بيها، يعني تبدأ تطبق اللي انت اتعلمته في حياتك اليومية، لان ده اكد على انه يثبت في دماغك. وياريت كمان لو قدرت تتعلمه لحد تاني هيبقى اكثر ثباتا في دماغك. رقم 6، try to give and get the meaning with any way you could do. What's the meaning of this? Try to communicate your message and try to get the message with all means possible, with any way you could do. ادي معنى الكلام، بمعنى انك لما تيجي تبدأ تتعامل باللغة and put it into practice لازم تحاول قدر الاستطاعة بما أتيت من facial expression تعبيرات وجه، body language لغة الجسد، and every means you could do to get and give the message which is the idea of communication، انك تحصل على الرسالة وتوصل الرسالة بكل الطرق الممكنة، لان ده الاساس في عملية التواصل باللغة. اخر حاجة خالص اللي المفروض السر السابع في تعلم اللغة، keep a positive attitude and never quit. As you say, be patient. لازم تحافظ على الصبر في تعلم اللغة، ولازم يبقى التوجه بتاعك والاتجاه نحو تعلم اللغة positive، يعني ما تيأس. Don't give up so soon. تعلم اللغة شيء ليس باليسير، ليس شيئا هينا، لكنه ليس مستحيلا. فكن متمتعا بحب اللغة والطموح إلى أن تجيدها حتى تتمكن من التغلب على صعوبة تعلم اللغة واكتسابها، وداوم على أن تكون مستبشرا في تعلم اللغة متفائلا. That's all for today. Thanks for watching. Hopefully see you soon again in another academic lecture. But never forget, if you find this video helpful, to give me a big thumb up, to subscribe to my channel, to share the video to help others, and to press the notification bell and stay tuned to get everything in you. Have a good day. Take care.